اخويا كنطالب هاد السلطات الله يجازيهم بخير، الناس اللي مكلفين بالكهرباء يجي يديروا معنا شي حل. راه لا يعقل 3 سنين دابا وعنا عندنا شكايه 3 سنين باش غير يجيو يجي يقادو لينا المشكل. راه مشكل بسيط، هما ردوه ديباناج، راه شحال من عام قلت لك 3 سنين دابا هما كيديبانيو فينا. راه انت شفتي كلشي قدامك، راه شفتو الشكايه، راه 3 سنين هادي وتنتمناو. المشكل الكبير الناس، شوف فين جا الخيط هذا، وفي وسط الساكنه ودازت الشتا وهادي، والناس كيجيو ديباني. واش نقولك لا حول ولا قوه الا بالله، وتنتمناو هاد الناس هادو يسمعونا باش يجيو يقادو هادشي. ما ديباناج راه ما عندنا ما نديرو به، راه عندنا مشكل، مشكل كبير. تصور دابا انا عندي محل، انا عندي محل تحرقت ليا الثلاجه والتلفازه، وجاري راه عنده شهوة قهوة، تا هو نفس المشكل، ولمن غتشكي وهاد الشكاية تحطينا من بالنسبة لهاد الناس اللي ساكنين. اخي راه انا قلت لك كما كنقول لك، انا راه واحد منهم، راه مادام تنقول لك الناس ديال حي تمازرت كنك واحد منهم. راه تا هما راه كل الناس يخرجوا، راه كيشوفوا هما، راه تا واحد ما يبغي لهاد الشيء يشوفوا، يشوف هاد الراده راه كارثه. عود ما راه شي واحد يقيسوا دري صغير كما كان، كبير صغير، راه لا اله الا محمد رسول الله. وكنتمناو هاد الناس هادو الا سمعونا اخي باش يجيو يقادوا هاد الشيء. ما ديباناج راه ما عندي، واش اللي قلتي ليه من 2021 لدابا الديباناج راه غيقول لك لا اله الا الله. على العداد راه اللي سولتي، راه تمازرت معروفه، قامت السعاده راه معروفه، ديور النزهه راه معروفين هنا، راه ماشي شي يلاه تبنى البوبل ولا، راه سنين وسنين. وهاد الناس قلت لك انا المشكل ديال الضو 2021 لدابا، راه اللي قلتيها لي راه يقول لك هاد الناس هادو راه كيديبانيونا. راه شتي الخيط دابا ما درناش الشكايه اخي، درناش الشكايه، الشكايه درناها، ولكن من ما كاينش اللي هما كيجيو كيديبانيو. راه هما ديباناج كيجيو كيديبانيو كيمشيو في حالاتهم. ملي كيكون شي عجاج ولا شي حاجه، ولا تيكون شي الشتا كيما راه دازت الشتا تقطع الضو، وداز العجاج تقطع الضو، والسيركويات الناس في ديارهم. انا واحد شخصيا كنهضر لك، انا على المحل ديالي السيركوي، والمن غتقول سميتو الشكايه قلت لك اللي عندنا من 2021 لدابا. راه باش تقول، باش تقول شي واحد من 2020 لدابا وانت كديبانيني في الحاجه اللي مهمه، راه عندك جوج حوايج الضو والماء، راه هما الاساسيين الانسان باش تسميتو. ولكن هاد الناس اخي لا اله الا الله. قلت لك الناس، المشكل اللي عندنا، المشكل اللي عندنا ديال الكهرباء، ديال الكهرباء مشكل دابا 3 سنين ونص اللي عندنا هذا المشكل. انا عندنا المحل القهوه، الضو كيتقطع علينا، المشكله الضو كيتقص. دابا عندهم واحد قول دابا واقيلا كيمشي لهم الفيزان كيديبانينا بهاد الخيط. واحد المره مشيت انا للمركز قال لي ودي لها المشكله عاوتاني رجع فاش كاينه الشتا. فاش مشيت عندهم قال لي السيد شكون اللي قال لك انت تجي عندي، شكون اللي قال لك عطيت عليا فاش عرفتي المشكل فين جاي؟ انا كيتحرق لي الماتيريال، مشات لي الثلاجه، مشاو لي الكاميرات، ودابا عندي الماتيريال في الخطر، الضو كينقص كاين لي بحال الشمعه. يعني انا عيد انا 3 سنين ونص هذا اخويا، 3 سنين ونص هذا المشكل اللي عندنا. هاد العمارات كلشي خدامين بهذا الخيط، بهذا الخيط فاش خدامين دابا كيريبانيني انا تحت الارض كيلقمو لينا، تحت الارض كيلقمو الخيط كلشي مقطوع شي 3 المرات ولا 4 المرات ديال القيمه اللي داروا تما. هاد المشكل اخويا اللي عندنا ما باش يتحل شي 3 سنين ونص هادي. هاد الشكايه اخويا 2021، اجي 2021 فاش كاين هاد المشكل. المشكل مازال ما تحل، المشكل مازال ما تحل لنا. هاد المشكل اخويا هاو باسم ديال السنديك وعندنا ديالي الرساله اللي كنقدموا، حنا بغينا يصلح لنا على هاد الشيء، وهداك الشيء اللي تحرق لنا يجيو يشوفوا هاد الشيء اللي تصوت علينا الثلاجات والكاميرات يجي يشوفوه. الا جاب الله كاين ما يديروا معنا باش يصلحوا لنا هاد الشيء. صافي راه حنا تقرنا بهاد الضو، الضو كاين اللي عندنا بحال الشمعه. واش حنا جينا نخدموا ولا جينا نبقى نطلبوا؟ انا عييت، انا والله الا عييت، انا مشيت انا كنطلب انا موين الضو، عييت انا عييت. اخويا كاين الناس هنا ما كاينش اللي كيدوي، ما كاينش اللي غايدوي والو، كتعيط مع الناس كتقول لهم دير هضر على حقه، ما كاينش اللي غايدوي لك والو. اي واحد دابا سولتي فين الناس دابا في السكان، الا قلتي لهم واش كيتقص عندك الضو يقول لك ايه، الا قلتي لي واش عندك المشكل في الضو، واش كاين الماكينه ديال الصابون ولا الثلاجه ولا شي حاجه، منو يشوف غير هو راسو يشوف هاد الثلاجه، الموتور ديال الثلاجه كيسخن، الماكينه ديال الصابون ما كتضرش، الضو تنقص، كاين الضو بحال الشمعه. حنا ما خدامين ما والو، هذا المشكل اللي عندنا حنا دابا، هذا الشيء اللي كنطلبوا دابا يفكوا لنا هذا المشكل ديال الضو. لا دابا هذا الموبل، دابا هذه العمارات اللي عندنا فيها المشكل، حنا صافي هاد العمارات اللي فيها حنا دابا فيها المشكل تقريبا واحد جوج ثلاثة أربعة تسعود تسعود العمارات خدامين بواحد الخيط، هاد الخيط باش خدامين الضو. ولا الضو ولا جاب الله الناس دابا كلشي خدامين الضو، كينقص عندنا الضو، كاين الضو بحال الشمعة. كنظن المشكلة هذا فاش كاينة الشتا وقع لينا هاد المشكل، فاش تحرق لهم هادشي عاوتاني وجاو كيديبانيو هنا كيلقمو هادشي، هادشي اللي دارو هنا صافي.
هذيك المشكله عندي انا دابا مشى ليا مشات ليا الثلاجه في هذا رمضان مشات لينا الثلاجه هذيك المره مشات ليا البوطات ديال الكاميرا وهذه المره دابا ما عرفتش شنو جاي عاوتاني في الطريق هادشي هو مشكله الضو كيتحرك الا درتي هذوك ديال الضو هذوك اللي كيعبروا الضو انا كنحيدهم واش كان انا نضرو كان في قبل الضو في المحل كنحيدهم كنغامر انا بهذاك الشيء هذاك الشيء كيتحرق ليا هذاك الشيء هذيك المشكله انا دابا المشكله راه 3 سنين ونص هذه